كما شفتوا الصباح كنا مع ضغط كبير ومع عملية الشحن كنا مضغوطين، ما كفيناش وقت بان لكم فيديو. وبعد ما فرغنا وشارجينا لي فرغون ديمارا وداو سلعة الناس، نعرضوا عليكم الطلبيات اللي مزات موديل لوزر ندير حاله خاوتي. ناش حكيتو المرة هذه راهو نقول لكم الطلبيات منه ما شاء الله. عندنا تاع جيجل، عندنا هذا تاع عين البيضة، عندنا تاع خنشلة، عندنا هاوراو تاع عين الكرشة، هذو كامل في اللوزة طلبيات ما شاء الله. ونعرضوا عليكم الطلبية تاع خاوتنا من ولاية شلف، هذه الطلبية تاع الأخت تاعنا من ولاية شلف مدينة ولاد فارس. دوموندونا في الموديل هذا لوزا سير ميزير كما راكم تشوفوا فيه، خدمنا لها في التيسي بارما 12 برجلين اينوكس بالمخاض جون، خرج ما شاء الله، يعني خرج صالون يهدر كما راكم تشوفوا، صالون خرج تحفة روعة وأناقة. روحوا الطلبية تاع الأخت تاعنا مغتربة خارج الوطن من ولاية مصانم، دوموندتنا في الموديل الشيسر ال، هذا شيسر ستوندار في الجريسوري، هذا ستوندار 1.82 على 1.82 فيه كما نقولوها كركاسون بواروج بونجيترون 6 أوروسور، والخدمة الأصلية الخدمة الحرة كما راكم تشوفوا، خدمة أفينيسيون إتقان ولا أروع. السعر تاعو 9 ملايين و900. روحوا الطلبية تخاوتنا من ولاية غليزان، دوموندونا في الموديل برادا سي بلاس، موديل برادا هذا كما راكم تشوفوا فيه السعر تاعو 12 مليون و300. الكركاسون بواروج بونجيترون 6 أوروسور، خدمة لا فينيسيون الإتقان والدقة في العمل ولا أروع. هذا التيسي اسمه بيرغاموسيس، التيسي هذا اللي راكم تشوفوا فيه تاع البرادا اسمه بيرغاموسيس. هذه الطلبية تخاوتنا من ولاية غليزان. يوم السبت إن شاء الله لحينا ربي كما نقولوها، السبت إن شاء الله راهي كاينة طلبية عظيمة من البرادا، يعني الحانوت هذا ولا الشروم هذا كامل راح تلقاوه غير برادا يوم السبت، يعني اليوم داير برادا غير ما يتقلقش، السبت إن شاء الله تلقاوه كامل هذا برادا. انتظرونا يوم السبت إن شاء الله، الجمعة راحة كالعادة، والسلام عليكم.